صباح الخير أيها العالم، صباح الخير من أرض سبأ، صباح الخير من أرض الجنتين، صباح الخير من ريف اليمن السعيد، صباح جميل بجمال الزمان والمكان، صباح جميل على أصوات العصافير ورائحة القهوة وشيء من التراتيل التي نعشقها، صباح ريفي جميل يتنفس بلا روح ويفتح عيون الكائنات على إشراقة ربانية بأنغام البلابل وتراقص الفراشات المفعمة بالرقة والجمال الأخاذ، صباح نقي بهوائه العليل وسندسه الأخضر الذي يسحر العيون برونقه ونضرته وطيب نسيمه المداعب للغصون، صباح بهي ومشرق بطبيعته الخلابة ومناظره الساحرة وأجوائه الفريدة التي تفوح برائحة العشب الجذاب والزهور العطرة، ما أجمله من صباح سعيد وما أروعه من نعمة عظيمة، وقد أبدع الشاعر اليمني مطهر الإرياني في وصف هذه الأجواء بقصيدة رائعة غنى بعض أبياتها الفنان أحمد السنيدار، ما أجمل الصبح في ريف اليمن حين يطلع، ما أبهى وما أصفى هواه، هذا محمد فواز العامر يحييكم من ريف محافظة تعز.